ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على اصحاب برج العذراء، وهقول لكم مرة تانية كل سنة وكل اصحاب برج العذراء طيبين، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم. انا ناوية ان انا ادلع اصحاب برج العذراء عشان انا بحب اصحاب برج العذراء، وكل شوية هقعد اقول كل سنة وانتم طيبين لحد ما يخلص الشهر بتاع عيد ميلادكم. عامة خلونا نتكلم في الموضوع بتاع النهاردة عشان ما اطولش عليكم، وهو توقعات العاطفة الخاصة بشهر سبتمبر، عشان اتطلب مني الموضوع ده كتير قالوا لي ركزي على العاطفة، لان مع التوقعات طبعا بتتقال بشكل سريع جدا، فعايزين نتكلم عليها بشكل تفصيلي شوية لاصحاب برج العذراء، لان هيكون في احداث كتيرة عن العاطفة الخاصة بشهر سبتمبر. عايزة اتكلم بس على الناس اللي في خلافات ما بينهم وما بين الشريك، والخلافات ديت وفيها مضايقات او فيها مشاكل واصله للاهل او حاجه زي كده. فمنهم كتير منكم كتير يا اصحاب برج العذراء اللي هيوصل لمرحله ان هو ينفصل، واللي هو يرتاح باله لو احنا مش هنوجع دماغنا كتير، او احنا تعبنا كتير قوي وتحملنا كتير قوي، فعايزين اللي هو لا احنا عايزين نعيش لنفسنا عشان صحتنا ما تتدهورش اكتر من كده. فمنكم كتير هياخد قرار الانفصال، لكن هتاخدوا قرار الانفصال منكم هتلاقوا ان في حد قريب منكم قوي، وهيبدا ان هو يظهر مشاعره اللي كان مخبيها، فده هيكون واضح جدا. بس ما نكونش يعني نحذر شوية، ما نكونش متسرعين في ان احنا ندخل علاقة زي كده، لان هتجيب لنا مشاكل كتيرة لو احنا دخلنا فيها بشكل سريع. ده بالنسبة للناس اللي كان عندهم انفصالات واختاروا ان هم الانفصال خلاص. ومنهم برضو اللي لو الخلافات دي مش واصلة لبرة، يعني ما بين اتنين بس، فالموضوع هيعدي وهيحصل بالعكس بقى، يعني هيحصل عكس الانفصالات، هيحصل قرب كتير، وهتلاقوا ان الشريك بيتميز معاكم جدا، ان هو واقف جنبكم وبيدعمكم، بالذات من الاصحاب الابراج النارية والابراج الهوائية. هيكون في حب اكتر، في سعاده منهم، في وقوف جنبكم في موقف وانتم مش هتنسوه. منكم كتير زي ما قلنا ان هيتعرض في شهر سبتمبر لعمليات جراحيه او تعب او ايا كان من مرض، حاجه بسيطه كده، فهتلاقوا وقوف جنبكم وهتلاقوا دعم، وان هم هيقفوا جنبكم يدوكم طاقه ايجابيه وهيساعدوكم، فده بالنسبه لكم هتبقى حاجه كبيره جدا، وده هيحسن العلاقه كتير قوي قوي من الابراج الناريه والهوائيه. بالنسبة للناس اللي حصل اساسا انفصالات، هيكون في رجوع، يعني اللي حصل انفصال هيكون من مدة ما تزيدش عن شهور، يعني ما تبقاش اكتر من كده. هيحصل عندكم رجوع، هيحصل رجوع الاكتر بنسبة قوية جدا جدا من الابراج الهوائية، اللي هو برج الدلو وبرج الميزان وبرج الجوزاء. على الرغم ان في مشاكل كتيرة، لكن هتحصل الرجوع بشروط ما بينكم انتوا الاثنين بس، ارجوكم بلاش تدخل من طرف ثالث. لو تدخل طرف ثالث يبقى مفيش رجوع، خلينا كده نبقى واضحين وصراحه مع بعض. الابراج الهوائيه هيكون في نسبه رجوع قويه ما بين برج الاسد وبرج القوس، فرغم برضو ان في مشاكل كانت قويه جدا جدا الفتره اللي فاتت ما بين برج العذراء وبرج القوس، لكن هيبدا انه يتحسن الوضع، او على الاقل الوضع هيخف شويه وهيحصل رجوع. او منكم اللي كان محدد انه هينفصل خلاص وفي بعد لكن لسه ما انفصلتوش، لا مش هتنفصل وهيحصل رجوع، لكن بتفاهم، وهنقعد مع بعض نتكلم شويه ونحسن الموضوع بدون اي تدخل طرف ثالث. تدخل طرف ثالث يعني انهاء العلاقه، بالذات مع الابراج الناريه والهوائيه. اما الابراج المائيه لا، ما عندهمش نسبه رجوع قويه الا بس برج واحد، هو برج السرطان. هيكون في نسبه رجوع قويه جدا جدا الفتره اللي جايه، لان السرطان محتاج برج العذراء الفتره دي، يعني على الرغم ان برج السرطان بيمر بمشاكل كتير جدا، لكن مع برج العذراء هو عايز يبقى اقرب اكتر. اما من الابراج الترابيه هنلاقي ان في رجوع كبير جدا جدا ما بين برج الثور وبرج العذراء بنسبه كبيره جدا. اما برج الجدي وبرج العذراء لا، نسبه الرجوع قليله، اللي بتتعدى هو برج الثور. هيكون في رجوع كبير جدا جدا بنسبه كبيره مع اصحاب برج الثور وبرج العذراء. لو هنتكلم بعد كده على برج يليهم من الابراج الترابيه، هنلاقي ان برج العذراء يعني هيحصل رجوع ما بين العذراء والعذراء، لان برج العذراء بيفوق لنفسه الفتره دي، وبيعمل اعاده، يعني اعاده هيكله لنفسه، نقدر نقول كده يعني بشكل
تشبيهي، ان برج العذراء بيقوي نفسه، بيعدل من حياته سواء عمليه عاطفيه امور حياتيه، على الرغم انه عندهم ضغوط كبيره جدا، على الرغم ان عندهم تغيرات وانتقالات قويه جدا جدا، فده بيأثر عليهم عاطفيا ان هم يحاولوا على قد ما يقدروا يحافظوا على العاطفه وعلى قلبهم. يعني لو قلبهم موجوع من حد هيختاروا الانفصال، لو قلبهم موجوع على مشاكل وخلافات وهم عايزين ان هم يحسنوا من العلاقه ويحسنوا ويحافظوا على بيتهم هيعملوا كده ويحافظوا على بيتهم، وهيكون عندهم قدره على التفاهم وعلى التسامح اكتر الفتره دي. داخلين على حياه جديده كمان، كتير من اصحاب برج العذراء اللي لسه ما ارتبطوش عندهم فرصه للارتباط. على فكره انتوا عارفين مين اللي بيفكر فيكم او حاسين مين اللي بيسال عليكم وبيهتم بيكم او بيحاول ان هو ينكشكم في الكلام الفتره دي، فحاسين ان انتوا عندكم في علاقه جديده انتوا مدخلين عليها. العلاقه دي هتبدا تبان شويه او نفهم محتواها على اخر شهر 9، نبدا نفهم الدنيا ماشيه ازاي ونظبط دنيتنا ونفكر بشكل صحيح. فده كان نقدر نقول هو ملخص برضو بالنسبه للعاطفه، احساسنا احنا بقى بالعاطفه ايه. برضو خلينا اقول كده قبل ما انهي، احساسنا احنا بالعاطفه احنا عايزين نكون عاطفيا افضل، عندنا احساس باشتياق للحب اكتر، عندنا احساس بالسعاده، باحساس بان احنا داخلين على حاجه جديده، نسمه هواء جديده، عندنا نوعا ما من التفاؤل في امورنا الحياتيه والعمليه ولكن اكثرها في العاطفه، عندنا تفاؤل عاطفي كبير جدا. حتى كمان اللي بيعاني، حتى اللي بيعاني عنده تفاؤل ان هو الدنيا هتتغير، ان احنا هنبقى افضل او احسن. القوه اللي انتوا بتصنعوها لنفسكم دي مخلياكم تكونوا ناجحين في عاطفتكم، يعني ما تتاثروش بالوجع. او منكم كتير اللي موجوع هيقوي نفسه بان هو مش مشكله، مش هيهمني، الدنيا مش هتقف، وتقدروا تدخلوا علاقه تانية بقوه جدا وببساطه جدا. ده كان موضوع النهاردة الخاص بتوقعات شهر سبتمبر للعاطفة بشكل شوية تفصيلي. بتمنى ان انا اكون فدتكم اصحاب برج العذراء، وطبعا بتمنى منكم شير كتير قوي قوي، انا عارفة ان انتم بتدعموني. بشكركم، ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.